بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ظلمني ولا يمن علي، من علي بفكاك ركبتي من النار، في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للثواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المواقبين في موضع النكار والنكمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأكل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وأسرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وهلكة بلاء قد فكدتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامدي كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله فاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرمه، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي لي عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيتي، وصفك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك، الذي رزقتني من رحمتك، وعريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مذلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطى عني تبت بجهلي عليك، ولعل الذي يبطى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد الليل منك عليه. يا ربي إنك تدعوني فولي عني، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منه، كأن لي تطول عليك. فلم يمنعك ذلك من رحمة لي والإحسان إليك، والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم.
الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالك الأسباب ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناطه في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالك الإسباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرام وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته العزة وتواضع لعظمته الأظمى، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وعن عاصي، ويعذب النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة حنية قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد السائل، ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، نكار الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته تراض السماء وسكانها، وترجف الأرض وأمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأما وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك، وحجتك على خلقك، وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر، ووفه بملائكتك المكرمين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين.
اللهم اجعل هدى إلى كتابك والقائمة بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكنه دينه الذي ارتضيته له، عبده من بعد خوفي أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم عزه وعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اذهب به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم امن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وعزز به ذلتنا، واغن به عالنا، واقض به مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به أسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به معايدنا، واستجب به دعوتنا، وعتنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وعتنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآل محمد، وعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا، وفي الليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسكنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاقدمنا، ومن ثمار الجنة والحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرك فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام، وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا، وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وأهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والضري فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء. يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد. اللهم إني أسألك أن تجلى فيما تقضي وتقدر، من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام، المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم. وأن تجلى فيما تقضي وتقدر، أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسي في رزقي، وتجلني من تنتصل به لدينك ولا تستبدل به غيري.
أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولقى قبلي طبيعة أو ضمنت وأضبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. رجع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي لنا الدين واغرنا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل.